تفضل حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فشمل برعايته الكريمه هذا اليوم افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ولدى وصول موكب جلالة الملك المفدى إلى مركز عيسى الثقافي ترافقه كوكبة من خيالة الشرطة كان في الاستقبال مع السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب ومع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو اصحاب المعالي والسعاده ايها السيدات والساده السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته يشرفنا ان نرحب بكم اجمل ترحيب في حفل افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع وخير البدايه تلاوه عطره من القران الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل كان المؤمنون صدق الله العظيم الكلمه الساميه لسيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك البلاد المفدى ايده الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاخوه والاخوات اعضاء المجلس الوطني الموقرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على بركه الله وتوفيق نفتتح أعمال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمجلس الوطني إذانا بانتقالنا إلى مرحلة جديدة من مسيرتنا المرتكزة على ثوابت الإصلاح والتحديث والتطوير لتستمر هذه المؤسسة الدستورية الراسخة في القيام بدورها التشريعي والرغابي والتعبير عن الاراده الشعبيه التي ستبقى حصنا لمكتسباتنا الوطنيه وصمام الامان لاستقرار البحرين ودوام رفعتها فمنذ انطلاقه مشروع الاصلاح الوطني باماله وتطلعاته الرحبه شهد وطننا العزيز نهضه شامله لا تخطئها العين المنصفه ولقد جاء توافقنا على ميثاق العمل الوطني ليكون خيارنا الحاسم للمضي قدما في بناء دوله المؤسسات والقانون الحافظه للحقوق الاساسيه والحاميه للحريات المتزنه والداعمه للعمل الديمقراطي النزيه الذي تتولون زمامه بكل امانه ومسؤوليه من خلال القيام بمسؤولياتكم التشريعيه على الوجه الاكمل، وبما يتسق مع المصلحه العليا للوطن وللمواطنين. وقد استطعنا بفضل من الله وعزم شعبنا الوفي ان نحقق انتصار الوحده على الفرقة والمواطنة على التبعية والإصلاح والتسامح على التخريب والتطرف، وهو أمر يجب أن ننقله للجيل القادم ليكونوا على وعي بأن روح البحرين المتجددة تستمد قوتها دوماً من التآخي والتعايش والوسطية. وأن البحرين العربية الإسلامية هي وطن الجميع، حيث يسود القانون، وتصان فيه الكرامة الإنسانية، وتحفظ فيه الشعائر، وستظل دوماً بإذن الله السد المنيع في وجه أية أطماعٍ خارجية تهدد أمن واستقرار محيطنا الخليجي العربي. حضور الكريم على الرقم من الوضع الاقتصادي الاستثنائي الذي يمر به العالم، فإن حكومتنا الموقرة قد استطاعت أن تحافظ على مستوى ملائم من النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الاستراتيجية. وان تتخذ اجراءات عاجله لترشيد الانفاق الحكومي واعاده توجيه الدعم لتلبيه حاجات المواطنين بشكل افضل وفي هذا الخصوص نتوجه بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي العم العزيز الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس الوزراء الموقر ولولي عهدنا صاحب السمو الملكي الابن البار الأمير سلمان بن حمد ال خليفة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على سعيهما الدؤوب والدائم لمتابعة وتطوير عمل الحكومة وتنفيذ برامجها وما حققه ذلك من إنجازات كبيرة في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة الإسكانية منها والتي تشهد نجاحات طيبة تستحق الإشادة ولا يفوتنا في هذا السياق أن نشيد بأهداف ونتائج الملتقى الحكومي الأول والذي أوضح بالحقائق والأرقام صحة توجهات رؤية البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين التي جاءت سباقه في توقيتها ومضمونها متطلعين الى تواصل الجهود الوطنيه للبناء على مخرجات الملتقى تحقيقا لتلك الرؤيه ان انجازاتنا الوطنيه المتواصله تحتم علينا ان نشيد بالنجاحات المتميزه للكفاءه البحرينيه في كافه مجالات البناء الوطني، وعلى وجه التحديد الانجازات الاخيره لشبابنا البحريني في المحافل الدوليه الرياضيه، ونيلهم لميداليات ذهبيه وفضيه وبرونزيه رفعت اسم بلادنا عاليه، مقدرين في هذا السياق مساهمات قياداتنا الوطنيه الشبابيه والرياضية ومساعيهم المخلصة في إيصال صورة البحرين المتحضرة والمشرقة للعالم كوطن حاضن لقيم التسامح والتعايش وداعم للحوار بين الأديان والثقافات استطاع أن يلفت نظر المجتمع الدولي إلى قدرته على استدامة العمل بتلك القيم ونتابع بين تلك الجهود المساهمة في نهضة الوطن عطاء المرأة البحرينية ومشاركتها المتميزة في جميع الميادين التي تعود بداياتها إلي العشرينات من القرن الماضي وهو أمر نقدره أشد التقدير ونعمل علي دعمه ورعايته حفظا لتكافئ حضورها واستدامة عطائها مهنئين بهذه المناسبة المجلس الأعلى للمرأة على مرور خمسة عشر عاما منذ تأسيسنا له وشاكرين له إسهامات المتمثلة في البناء على ما بذل من جهود وطنية ساندت الدور المبكر للمرأة وعلى ما يقوم به من أعمال لضمان استمرار تقدمها. الحضور الكريم ستظل القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتنا على الساحة العربية للوصول إلى الحل العادل الدائم الذي يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كافة أراضيها المحتلة في 1967. كما نقف مع الوحدة الترابية لسوريا، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار وفقا لإرادته الحرة، وبما يعيد إلى سوريا إرثها الحضاري ودورها العربي. وسنستمر في التزامنا في إطار التحالف العربي، حتى استعادة الشرعية على كافة الأراضي اليمنية، ووقف التدخلات الخارجية غير المشروعة، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، واستعادة أمنه واستقراره، مقدمين في ذلك القالي والنفيس. ولا يسعنا في هذا المقام الا ان نعرب عن عظيم فخرنا واعتزازنا بجهود قوه دفاع البحرين ورجالها البواسل وهم يؤدون واجبهم الوطني ضمن قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعيه في اليمن الشقيق بقياده القوات المسلحه بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه وما يقومون به من جهود نبيلة في عمليات الإقاثة الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشعب الأخوة والأخوات إن الأمن والتنمية متلازمان وبهما تتحقق الاستدامة وكلاهما يواجه تحديات استثنائية تهدد الكثير من شعوب المنطقه في هويتها وحاضرها ومستقبلها الامر الذي يتطلب تعاون جميع القوى الفاعله في المجتمع الدولي لمواجهه الارهاب وتجفيف منابع دعمه وتمويله وحمايه اوطاننا من كافه اشكال العدوان ونود في هذا الإطار أن نتوجه بالشكر والتقدير لمجلسنا الوطني بقرفتيه على مواقفه الصلبة ومبادراته الإيجابية في الرد على الإدعاءات المقرضة ومواجهة التدخلات غير المشروعة وتفنيد المغالطات المتكررة والمتعمدة في حق البحرين كما نعرف عن خالص تقديرنا وامتناننا لمنتسبي الحرس الوطني ووزاره الداخليه وجهاز الامن الوطني لما يقدمونه من جهود مخلصه في حفظ امن الوطن واستقراره وهي جهود تعكس التطور المستمر الذي تشهده هذه الاجهزه وما يتمتع به رجالاتها من روح وطنيه عاليه وفي الختام فان مملكه البحرين ماضيه في مسيرتها التنمويه الشامله الرائده بايمان وادراك بان البناء على ما تحقق هو السبيل لترسيخ قواعد الدوله المدنيه القائمه على العداله والمساواه دون اقصاء لاي احد بسبب اصله او فكره او معتقده وسنعمل دوما على رعايه قيم الاعتدال والتسامح والتعايش قولا وفعلا في مجابهه التطرف والتعصب وعلى تعزيز قيم العمل السياسي القائم على مبادئ الميثاق والدستور واحترام سياده القانون واستقلال القرار الوطني وستظل البحرين منبر خير ومحبه وسلام للعالم من حولها والله نسأل ان يحفظ مملكتنا ويوفقنا للعمل لما فيه خير وصالح شعبنا الوفي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يلقي الآن معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملة رئيس مجلس النواب كلمة بهذه المناسبة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظكم الله صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء رعاكم الله اصحاب السمو والمعالي والسعاده الحضور الكرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صاحب الجلاله يشرفنا ان نرفع الى مقامكم السامي اسماء ايات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والعرفان على تفضلكم بتشريف حفل افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع للمساهمه في وضع لبله جديده بالصرح الديمقراطي الشامخ الذي شيدتموه وقدتم مسيرته عبر الدستور وميثاق العمل الوطني المعبر عن الاراده الشعبيه الحره ولنعيش اياما يسطرها التاريخ باحرف من نور بفضل من الله تعالى وبرؤيه ثاقبه وسديده من جلالتكم جعلت من وطننا الغالي مثالا يحتذى به في المشاركه الشعبيه الواسعه لصنع القرار ورسم المستقبل لابنائنا فانتم يا صاحب الجلاله مؤسس المشروع الاصلاحي والحامي الامين للدين والوطن وراعي الميثاق والدستور والقائد الحكيم الذي يمضي بالمسيره الوطنيه بكل تطور واقدام ليصل بنا الى بر الامان وشاطئ المستقبل الزاهر لمملكه البحرين والاجيال القادمه. صاحب الجلاله ان توجيهاتكم الساميه والتعاون الوثيق مع الحكومه الموقره برئاسه صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان ال خليفه رئيس مجلس الوزراء الموقر والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول رئيس مجلس الوزراء كانت ولا تزال من اهم دعام النجاح والانجاز والعطاء وخالص الشكر والتقدير للحكومه الموقره ولزملائي اعضاء المجلس الوطني على جهودهم المخلصه واننا ندرك جليا حجم التطورات السياسيه والتحديات الاقتصاديه الاستثنائيه في المنطقه ونتفهم تماما تداعيات ذلك وحتميه اتخاذ اجراءات لازمه في اعاده هيكلية الاقتصاد الوطني للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات المواطنين وعبر تقليل المصروفات وزيادة وتنويع الإيرادات وأن نواجه كل التحديات لتحقيق تطلعات المواطنين كما وصفها سمو ولي العهد بأنها شرف والتزام لنا جميعا. وأود أن أصارح الجميع القول بكل أمانة وصدق وانا اقف اليوم امام جلالتكم ان مواجهه تلك التحديات مسؤوليه مجتمعيه مشتركه وما يؤسف له ان البعض لا يزال يتردد في بيان واعلان موقفه تجاه الوطن امام ما يواجه من تطورات فالوقوف على الحياد لم يعد مقبولا ازاء حالات التجاوز المتكرره من قبل بعض الاشخاص والجماعات ومع من يشكك بالسلطه القضائيه ذات الاستقلالية والنزاهة والعدالة وما حققته من تقدم دولي في المنظومة العدلية وما تزخر به من غامات شامخة وشخصيات جليلة لها كل التقدير والاحترام كان المصانع ومع من يتعمد الإساءة إلى رموز الدولة ومؤسساتها الدستورية ولقد آن الأوان للتعامل مع من لا يرد جزاء الإحسان فالو... بالوفاء وجميل العطاء ومع من لا يقوم بواجب المسؤوليه الاجتماعيه ولا يؤدي حق الامانه الوطنيه وشرف الانتماء رغم ما ينعم به من خيرات وثروات الوطن فالولاء الصادق افعال تلمس وتعاش على ارض الواقع وليس مجرد اقوال ومؤكدين الدعم البرلماني التام لكافه الاجراءات القانونيه التي تحمي البلاد وتصحيح مسار العمل السياسي كي تعمل كل الجمعيات والتنظيمات من أجل مملكة البحرين والأجندة الوطنية فقط وأن كل من كانت له علاقة بمحاولة تغيير النظام خدمة لأجندة خارجية يجب أن لا يكون له مكان في العمل السياسي الوطني بأي صورة كانت بعد أن كشف القطاء وبانت الصورة واضحة للجميع وضوح الشمس وادعو اخواني المواطنين والمواطنات للتمسك بالوحده الوطنيه والحفاظ على النسيج الاجتماعي ومبادئ التآخي والتعايش الذي بنيت عليه مملكه البحرين منذ مئات السنين وما تفخره به من تسامح واحترام بين الاديان والذي توجه للاعلان عن تخصيص مقعد الامتهان الاكاديمي في مجال التعايش السلمي ليحمل اسم صاحب الجلاله ملك البلاد المفدى في احد اعرق الجامعات في ايطاليا وهذا يعد تقديرا دوليا لجهود جلالتكم في تعزيز قيم حقوق الانسان والتعايش السلمي. صاحب الجلاله ان الانجازات المضيئه والجهود المضنيه التي بادرت بها الحكومه الموقره في كافه القطاعات وخاصه في القطاع الاسكاني تنفيذا لتوجيهات جلالتكم الساميه وما نتج عن الملتقى الحكومي الرائد من وضع لاهداف وتوجيهات بتفعيل عدد من الادوات الحكوميه لتطوير الخدمات تحقيقا للرؤيه الاقتصاديه 2030 التي وضعت المواطن في محور التنميه واهدافها الاسمى هي محل تقدير وطني عام مشيدين بالجهود المخلصه لابناء الوطن في جميع الميادين وللدور المتميز لرجال الاعلام والصحافه الوطنيه وما حققه الشباب البحريني من انجازات رياضيه مشرفه وما نشهده من تقدم بارز في مجال تمكين المراه البحرينيه عبر برامج المجلس الاعلى للمراه التي جعلت مملكه البحرين في مصاف الدول المتقدمه. بسواعد ابنائها فالروح البحرينيه الاصيله تحب التحدي وتعشق الانجاز. ونود ان نسجل هنا عميق اعتزازنا وفخرنا بقوه الدفاع البحرين والحرس الوطني ووزاره الداخليه والأمن الوطني على تضحياتهم وجهودهم فالشكر والتغدير للرجال البواسل والرحمة والمغفرة للشهداء الأبرار ممن ساهموا في حماية الوطن ومقدراته والمشاركة في الدفاع والذود عن دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية كما ونؤكد بأننا قادرون على حماية وطننا من التدخلات الخارجية والأعمال الارهابية ومدركين تماماً انه مهما حققت مملكه البحرين من انجازات حقوقيه فستبقى تحت مجهر النقد غير الموضوعي من المنظمات الحقوقيه المسيسه ومؤكدين رفضنا لاي قانون اجنبي ينتهك سيادات الدول ويتجاهل القواعد الاساسيه والدوليه ويفتقر الى الاسس القانونيه لان تداعياته سترتد على من يتبناها ويدعو للعمل به صاحب الجلاله إن أمننا القومي الخليجي والعربي وبقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة هو حصننا الحصين وسدنا المنيع في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجهنا جميعاً، مما يستوجب منا المزيد من التكامل وصولاً للاتحاد الخليجي الذي قدى ضرورة استراتيجية لا غنى عنها، وإن ما تشهده المنطقة من تطورات وأحداث خاصة في سوريا استلزم الموقف العربي الواحد لحمايه الشعب السوري وضمان امنه واستقراره. ومؤكدين بان القضيه الفلسطينيه ستظل دائما من ثوابت العمل البحريني. وندعم كافه المبادرات العربيه وصولا الى الحل العادل الشامل واقامه الدوله الفلسطينيه الحره المستقله وعاصمتها القدس الشريف. صاحب الجلاله ان الحكم الرشيد والراي السديد والدفاع عن وحده الوطن وامنه والحرص على تماسك شعبه هو النهج الثابت والراسة وهو الحقيقة السياسية والتاريخية التي سار عليها أباؤكم وأجدادكم العظام من حكام آل خليفة الكرام وما ساهم به معهم الرجال الأوائل المخلصون في مملكة البحرين وأود أن أستحضر هنا وأستذكر بكل الوفاء والإجلال كشهادة حق ونبراس فخر وكي يعرف أبناؤنا وأحفادنا كيف كانت مملكة البحرين ولا تزال متمسكة بوحدتها الوطنية وخصوصيتها الفريدة من خلال ما قام به صاحب العظمة جدكم المقفور له بإذنه تعالى سمو الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة من أعمال ومشاريع في صون الحريات الدينية واحترام الخصوصية المذهبية وتطوير مؤسسات القضاء وإدارات الأوقاف وهو ما تمسك به من بعده والدكم الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفه رحمه الله وما بادرتم به جلالتكم في اصدار العديد من التشريعات العصريه والتدابير والاجراءات القانونيه في رعايه وصون حريه المعتقدات والممارسات وبناء دور العباده وتطوير عمل مؤسسات دوله القانون في مجتمع يزخر بتنوعه الثقافي وتجانسه الحضاري وانتمائه العربي والاسلامي. ونعاهد جلالتكم على مواصله مسيره الان والتنميه وان يبقى مشروعكم الاصلاحي محفورا وخالدا في قلوبنا وقلوب احفادنا عملا وقولا ولتبقى مملكه البحرين دائما وابدا املا وانجازا وفقكم الله وحفظكم ورعاكم وسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وقد حضر الافتتاح كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمجلس الأعلى للقضاء وعلماء الدين والقضاء وأعضاء المحكمة الدستورية وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب ووكلاء الوزارات وأعضاء المجالس البلدية ورؤساء الجمعيات السياسية ورؤساء تحرير الصحف والمجلات ورؤساء البعثات الدبلوماسية وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني والأكاديميون